يلا بسم الله نبدي وصفة اليوم. أول طبق بسويه معاكم بسوي ماك آند تشيز بس بطريقتي، بضيف لها سبانخ ذرة، يعني شوية طريقة مختلفة بس وايد لذيذة وايد راح تحبونها. أول شيء أفوح المعكرونية أي نوع باستا أنتوا تفضلونه، أنا أحب الماك آند تشيز تكون كذي صغار صغار عشان تأكلونها بقفشة أسهل من الشوكة عرفتوا. بضيف هني عندي حق ماي الفوح، بضيف له بس ملح، هذه المعكرونية نسلقها، أبدي الحين أسوي صلصة الأجبان اللي هي أساس الماك آند تشيز. هني عندي زبدة، حطيت الزبدة وأحط قفشة طحين وأحمس الطحين مع الزبدة، بعدين أضيف له حليب سائل. الطحين عندي خلاص انحمس، ما أبي لونه يتغير بس كذي تطلع ريحته. أوكي أضيف له الحليب السائل. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لازم أحرك وأنا أضيف الحليب. شوفوا الصلصة شلون صارت عندي كثيفة، أبيها نفس صلصة البشاميل بس على أخف شوية علشان أذوب فيها الأجبان. أوكي الحين أحط الأجبان، طبعا شنو تحبون أجبان ضيفه، وهي ما كان تشيز يعني أساسها الجبن. أضيف أول شيء جبن شيدر وخلكم كريمين لأنه قلت لكم أساس الصلصة أجبان، وأضيف جبن موزاريلا. وأذوب الأجبان بالصوص اللي سويته. شوفوا جمال الصلصة، تشوفون ذابت عندي الأجبان بس كذي صلصة الماك آند تشيز جاهزة. نضيف لها بس شوية ملح وفلفل أسود وخالصين الصلصة. لا تخلونها تطبخ وايد بعد ما تضيفون الأجبان لأنه راح يطلع كل الدهن اللي فيها وتخترب عندكم الصلصة، راح يخترب طعم الأجبان. حطيت ملح، حط شوية فلفل أسود، خلصنا أحلى صلصة أجبان تجربونها كذي خالصين. الحين بسوي بس الخطوة الأخيرة، بحمس السبانخ علشان نخلط كل شيء على بعض. حطيت هني بالمقلة قطعة زبدة أوكي، وأحط فص ثوم مهروس، بحمس الثوم بالزبدة بس تطلع ريحته، أضيف له السبانخ. أضيف الحين السبانخ المثلجة عاد حسب الرغبة، أنا ما راح أكثر كذي كافي. أنا مستخدمة العملاق الأخضر، عاد أنتوا استخدموا النوع اللي تفضلونه. طبعاً بنات موضوع السبانخ هذا اختياري، يعني إذا ما تحبين سبانخ لا تضيفين عادي، الوصفة الأساسية بس أجبان ومعكرونية ما فيها سبانخ، بس أنا اليوم قلت يعني بغير تغيير وحلو طعم السبانخ أحب. أنا طلعت عندي ريحة السبانخ خلاص ذابت ونحمست مع الثوم. الحين شو أسوي؟ أضيف المعكرونية اللي فحتها، ضفت المعكرونية مع شوية من ماء الفوح أوكي علشان لا تصير عندي المعكرونية ناشفة. والحين أضيف صلصة الأجبان اللي سويتها، وأضيف الحين الدبل كريم، هذا الكريمة الثك الثقيلة شوي أوكي، ونخلط وكذي تعتبر الباستا جاهزة.
تقدرون تحطون على الوجه بقسماط وتدخلونها الفرن شوية. أنا ما راح أحط بقسماط. الحين أقول لكم شنو بضيف. وحبايبي اللي دائما يقولوا لي شلون تسوين هالأكل هذا اللي كله دسم وما تمتنين، أول شيء لا تأكلون المعون كله، أكلوا شوية، أكلوا عن خاطركم. واللي يدورون وصفات هيلثي، أنا ما أسوي وصفات هيلثي، نظام حياتنا كذي بنات، عيوش معكرونية هالأمور بس. يعني أنتوا إذا تغديتوا شيء ثقيل تعشوا شيء خفيف، عادلوا، مو لازم تأكلون يعني أكل هيلثي عشان تضعفون، مو لازم أحرم نفسي من متع الحياة علشان أضعف، لا، في كنترول. تغدي خفيف تعشي، تغدي ثقيل تعشي خفيف، أو العكس. أنا ترى من أقوم من النوم هذه وجبتي الرئيسية تكون، عرفتوا؟ يعني تكون وجبة واحدة باليوم بس. تكفون يعني اللي يشوف هالجمال هذا يفكر بدايت، يفكر بجسم، يفكر بشيء هيلثي. ما أعتقد والله هذا أحلى شيء بالحياة. الحين بضيف ذرة، الذرة اختيارية، بعد السبانخ اختياري، الذرة اختيارية حسب ذوقكم. أنا أحب الذرة بالأكل فبضيفها. بنات جربوا النوع من الذرة، راح تكرهون كل الأنواع أنا متأكدة، ولا دعاية ولا شيء، ترى موجود بالجمعيات بكل مكان، بس صج يعني كنا تاكلين ذرة فرش مو مثلجة. نضيف الحين شوية. وضفنا الذرة وخلطت المعكرونية، الحين بحطها بماعون الفرن، وتقدرون تاكلونها كذي على طول كيفكم يعني، بس أنا بحطها بماعون الفرن وشوفه وشنو بضيف لها. وهذه الباستا، بسم الله نزلها بماعون الفرن. طبعا ميانين الاجبان يقدرون يضيفون بعد اجبان على الوجه، بس انا ما راح اضيف. طبعا اللي ضفته بالخلطه كافي. بضيف شيبس، اوكي هذا نايس، اكسره بدال البقسماط. هم يضيفون اساسا بقسماط، بس هذا ألذ واحلى من البقسماط، فماني ضايفه بقسماط، بضيف شيبس اكسره واضيفه على الوجه. انثر الحين البطاط على الوجه الشيبس. وشوفوا العذاب من قريب، شوفوا. طبعا الفكره من البطاط انه يعطيني كذي شيء كريسبي، ويعني لما تاكلون تحسون بشيء كريسبي وبنفس الوقت يعطيني طعم لذيذ. الحين ادخلها الفرن، اشب الفرن من فوق بس مجرد انه ياخذ تحميره خفيفه، وبالف عافيه. وهذا شكل الماكن تشيز النهائي بعد ما طلعتها من الفرن، وبس. وعلينا وعلى عيونكم، بألف عافية. جربوها بطريقة مختلفة، أنا متأكدة راح تعجبكم.